غير يبو علينا، حنا كنا في وسط المحل، هاد الشيء هذا يبو على الاثاث ديالي. انت ساكن هنايا؟ ساكن في هذاك المحل، مشيتي عند امي مريضه في الطبيب. وقاش وقع هاد الشيء هذا؟ ولول البارح يوم ثلاث ايام. اليوم ثلاث ايام باش ريب. ميغ كودي. اليوم ثلاث ايام. انت من العمال ديال هاد السلسلة هذا اللي كان هنا؟ ساكن في السلسلة. شحال تقريبا من عام وانت هنايا؟ بلا حساب. يعني مدة وانت خدام. هو عام ولا 20 عام. دونك واش جاو علموا؟ ما علموا، ما علموا وجاو عاوتاني على غفلة. على غفلة ما علموا. بدينا تنحولوا الشجر وما يجيو عاوتاني على غفلة. وكو كان هذا الولد هذا خلينا ماشي غادي يقتلوه ولا المراه ولا وقاش هذا الشيء هذا وقع؟ ولول البارح اليوم ثلاث ايام مع العشرة. انا تنطلبوا من الله ومن جلالة الملك ومن كل شيء فهمتيني، لا لا يضيع شي واحد. شحال ما الجيران اللي عطاونا الغطاء، الغطاء راه ديال ذاك الناس راه هما فين ساكنين. نتمنوا زعما يعاونونا وداك الشيء ما يضيعوناش. دابا الحوايج وداك الشيء كلشي ريبولنا عليه فهمتي، ودابا كنتمنوا يعاونونا يعوضوا لنا الشيء هذا اللي ضاع. دابا ريبوا لنا الحبوب تقريبا. انتم ساكنين هنا؟ ساكنين هنايا قدام بلا حساب شي 15 عام هكا، وحنا هي ساكنين هنا. ملي طلعنا لقينا مريبوا لنا الحوايج وريبوا لنا على كل شيء. دابا غير الناس هما اللي عطاونا الحوايج وهذاك الشيء، هما اللي عطاونا الملايات ودبروا لنا على المواعن ودبروا لنا الشيء باش كنضباني. اما الفراش والحوايج وكل شيء مشى لنا. دابا الحوايج كتشوفوا عندنا راه عطاونا غير الناس. شنو كتطلبوا دابا انتم؟ كنطالبوا زعما يعطيونا حتى حنا حقنا ما يضيعوناش ما خليوناش. دابا حنا تشردنا كنباتوا في الزنقه، ما عندناش فين نمشيو، ما عندناش فين نمشيو. دابا نباتوا غير هنا. انا 10 سنين وانا خدام في هاد الخدمه هادي هنايا مع هاد الغرس هذا. اييه. وجات هاد الناس هادو تنسكن هنايا، جاو هاد الناس ردموا لنا الحوايج ديالنا وردموا لنا كل شيء، ما فكروا فينا ما حتى شي حاجه. ورا دابا الله يحمدك ما عندنا حتى لا من فين نكريو ولا فين، ما كانش اللي غادي يشوف من حنا سوى الله سبحانه. وشنو كتطلب دابا؟ وكنطلبوا باش يتعاونوا معنا هاد الناس اللي داروا لنا هاد الحاله هادي هنايا، يتعاونوا لنا وتنطلبوا من الله ومن الملك ديالنا يوقف معنا توا في هاد الحاله هادي. ضيعونا في هاد الشيء هذا، قال لك حتى حنا بروسنا ضايعين في هاد الشيء، سيروا شكيو على روسكم. ايوا اش غادي دير؟ فاش غاتشد دابا؟ انت كتشوف 10 سنين ديال الخدمه هي مشات بوريه، ما دينا منها حتى شي حاجه، دينا تمارا في ضلوعنا ومشينا بحالنا. وهذا الشيء اللي كان كنت اخوانا اللي مقابل هنا كنسقي، كنسقي كنحول الغرس كنحفر الحفاري كنخدم الدمير ديال المعقول. ودابا انت كتشوف ما بقى حتى شي حاجه، صافي ردموا لهم هذا الشيء وكل شيء، هما ضيعونا. قال لك سيروا تشكيو على روسكم.